سيد رئيس. نعم سيدي مرحبا. بالنسبه للمغاربه الموجودين في الدول اللي كاين في لائحه جوج سيدي راه قلنا جبت عليهم اش بغيتي نقول قول السؤال الثالث ونجاوب. لا غير التذكير وصف. لا لا شوف الله يجزيكم بخير انا قلت كلام واضح قلت بان هذه اللوائح ستراجع مرتين في الشهر على الاقل وكلما استجدت معلومات جديده والفرق المعنيه بمعنى الجهات الصحيه والجهات المعنيه الاخرى اللي في وزاره الشؤون الخارجيه والتعاون وغيرها راهما قيد الدراسه باستمرار. حنا صحيح حنا توصلنا لشكايات كثيره منهم وفيهم اصدقاء ديالي كنعرفهم وكيصيفطوا لي باستمرار في الفيسبوك وفي الواتساب وفي الواتساب وفي الى اخره كيصيفطوا لي شحال من مره وكيحتجوا الى اخره ولكن انا محترم الاحتجاج ديالهم مرحبا بالاحتجاج ديالكم ولكن راه كنديروا الحاجه اللي فيها المصلحه وإلى دابا با فيها كل شيء بشكل عام فلذلك بشكل عام فلذلك انا كنقول راه الجهات الصحيه والجهات ديال وزاره الشؤون الخارجيه التعاون كاين لجنه راه كيدرسوا هذا الشيء واذا اقتضت اذا كانت الشروط والامكانيه ديال المراجعه غادي تراجع وفق المعايير التي نحمي بها صحه بلدنا وصحه مواطناتنا ومواطنينا وخصوصا وانتم تعرفون وتتابعون هذه الاخبار ان هناك متحورات جديده تتحرك عبر العالم هذه المحورات الجديده الفا راه هو الاصل المتحور الاول كيسمى البريطاني هذاك الفا ولا هو الاصل في كثير من الدول ولكن عندنا بيتا عندنا دلتا عندنا جاما وعندنا عندنا الى اخره لا بيتا جاما دلتا تيتا عندنا كاينين الان اعلن امس بان هناك متحور اول امس بان متحور جديد نشا من المتحور هذا الشيء دابا راه ما عرفناش هذا وباء لا يزال يحير العلماء باش ما نكذبوش على بعضياتنا هذوك المتحورات التقليديه المتحورات الجديده واش غادي تجي متحورات اخرى هذا الشيء في علم الله فلذلك هذا كيعطي نا واحد ضرورة اليقظة لا فيجيلونس يقظة وفي هذا المجال قررت الحكومة استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو الماضي 2021 عبر رحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة ما زال مغلقا هذا فتح استثنائي للرحلات ماشي فتحنا الحدود باش غنفهموا ما فتحناش الحدود وهادشي جميع دول العالم هكا كيتصرفوا ماشي غير حنا لسنا بدعان من دول العالم راه كلشي كيتصرف بهذه الطريقه درنا رحلات ولكن بتعليمات من جلالة الملك نوفروا اقصى ما يمكن من الرحلات للمغاربه المقيمين بالخارج باش يدخلوا وهادشي غادي يزيد تدريجيا مع المده عدد الرحلات غادي يزيد اسبوعا تلو اسبوع باش نلبيو الرغبات ديال المغاربه المقيمين بالخارج ونكونوا واضحين في هذه المساله لكن اريد ان اقول وانا عرفت القلق ديال عدد من المغاربه المقيمين في اللائحه نبغي نقول لهم بان هذه التحيه هذه القائمه هذه القوائم ماشي نهائيه انما كما اعلن في البلاغ الاول سيتم تحيينها كل اسبوعين على الاقل وكلما اقتضت الضروره ذلك كلما اتضحت وظهرت مؤشرات جديدة ومن جهة أخرى أيضا خدينا بعين الاعتبار واحد القضية في هذه القضية ديال الناس اللي غادي يدخلوا وهو استفادة الحاملين لشهادة التلقيح الأجنبية من نفس الامتيازات التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني بطبيعة الحال في عدد من التفاصيل وأنتم عارفينها الأطفال الذين تقل أعمارهم من 11 سنة معفون من اختبارات الكشف المواطنين الاخرين اللي داخلين من لائحه الف خصهم اما يكون عندهم شهاده التلقيح واما يكون عندهم واحد التحليل اختبار ديال الكشف اس ار سلبي لا يتجاوز 48 ساعه قبل الصعود الى متن الطائره او الصعود الى متن الباخره الان الى بجينا شويه التفاصيل فيما يخص النقل الجوي والنقل البحري فيما يخص الرحلات البحريه نبداو بها فيما يخص عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج عبر الرحلات البرية فإنها ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور اللي تمت منها السنة الماضية وهي جنوة
بإيطاليا جن، ست ومارسيليا بفرنسا، والتي تم العمل بها خلال السنة الماضية، وقد تم توفير 8 سفن لعبور مغاربة العالم، وهي مقسمة 3 سفن مخصصة للمسار الآتي: ميناء طنجة المتوسط، ميناء ست بفرنسا، وميناء جنوة بإيطاليا. 2 سفينة مخصصة للمسار الآتي: ميناء طنجة المتوسط، ميناء مارسيليا بفرنسا، و3 سفن مخصصة للمسار: ميناء الناظور، ميناء ست بفرنسا. وتشتغل هذه الخطوط بطاقة استيعابية أولية تصل إلى 20,000 مسافر و5,000 عربة أسبوعياً. هذه الطاقة ديال الاستيعابية ستصلها بعد أسابيع على ما يبدو. كما تم تعبئة باخرة إضافية على خطي مارسيليا طنجة المتوسط وجنوة طنجة المتوسط بطاقة استيعابية تبلغ 4,000 مسافر إضافي و1,000 عربة أسبوعياً. وبالتالي فإن الطاقة الإجمالية ستبلغ حوالي 48,000 مسافر وما يفوق 15,000 عربة أسبوعياً، مما سيمكن من تغطية المرحلة المتوقعة للعبور من 15 يونيو إلى 15 شتنبر 2021 بحوالي 650 ألف مسافر و180 ألف عربة. هذا ويتم العمل على تقوية هذه الخطوط البحرية، حيث قامت المصالح المختصة باتصالات مكثفة مع شركة النقل البحري العاملة على الخطوط البحرية في أوروبا، وذلك بهدف إضافة خطوط جديدة إلى الخطوط التقليدية الرابطة مع موانئ سيت ومارسيليا وجنوة، تمكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية واعتماد أثمنة مناسبة للمسافرين. كما تجري مباحثات مع السلطات البرتغالية بهدف جعل ميناء بورتيماو في البرتغال ميناءً للعبور من خلال فتح خطوط ملاحية جديدة من هذا الميناء باتجاه ميناء طنجة المتوسط. وفي إطار الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي معمول به بالنسبة لهذه الرحلات البحرية، سيتم توفير مختبر متنقل مع الموارد البشرية الصحية اللازمة على متن كل باخرة تربط بين الموانئ المشرع لها آنفاً، لتمكين المواطنين العائدين من إجراء الاختبارات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا PCR في الحالات الاستثنائية التالية: تقديم فحص للكشف عن فيروس كورونا يتجاوز 48 ساعة عند ركوب الباخرة أو عند ولوج التراب المغربي، ظهور أعراض كورونا على أحد أو بعض المسافرين خلال الرحلة البحرية على متن الباخرة، الإدلاء بشهادة اختبار كورونا غير صحيحة أو مشكوك في صحتها، بالتالي للحرص على سلامة المسافرين على متن نفس الباخرة، لأن نفس الباخرة إلا فيهم غير واحد عنده كورونا هذا كيطرح مشكل. فقد صادقت الحكومة بتاريخ 17 يونيو 2021 على مرسوم يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية، اللي قطعوا هذو الإخوان اللي قطعوا من قبل بأثمنة عالية من قبل، هذو اللي غادي يجيو من بعد والبواخر المكترات غادي يحدوا الأثمنة، اللي فات وجاو بأثمنة عالية هؤلاء دار واحد المرسوم تصدق عليه مجلس الحكومة السابق الأخير خميس الماضي يهدف إلى تحديد تعويض مالي بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية لمرة واحدة وأخرى وأخيرة ذهاباً وإياباً بين الفترة 15 يونيو و30 شتنبر، ومن المرتقب أن تكلف هذه العملية حوالي 2 مليار ديال الدرهم. والحمد لله، وحتى المواطنات والمواطنين كيشهدوا، أنا ما عندناش مشكل مع المواطنات والمواطنين، عارفين وفاهمين، لأن كيشوفوا الناس اللي كيموتوا كيشوفوا واحد الوضعية ديال الحالة ديال الدول الأخرى كيف هي. غادي يجين واحد جوج الأسئلة. أولا كوماناف، الأستاذة اللي طرحت كوماناف بالمناسبة لاله خديجة، كوماناف أنشئت سنة 1946 وجرت مغربتها بعد الاستقلال، ومع الأسف هذه الشركة التي كانت تتوفر على أسطول بحري للبضائع والمسافرين تمت خصصتها في 30 ماي 2007، تمت خصصتها وباعتها الدولة بعد حصة ديالها اللي كانت 76% ب 200 مليون أورو، 2 مليار و200 مليون درهم.
فلذلك ما يمكنش جهة الحكومة تسول على واحد العملية اللي تمت في ظل حكومة سابقة قبل أن تحتي وخاص من 10 سنين. احنا مشينا دابا مع 10 سنين، ما كاين بس ما كاين بس وما كاين حتى شي قرار مفاجئ. هذا ديال 15 تنبير علناه أسبوع قبل بعد نقاش إلى آخره، وذكرنا إمتى غادي نعلنوا، واش 10 واش 15، نعطيو الوقت المناسب إلى آخره، ودرنا بلاغ درنا بلاغ درت وزارة الشؤون الخارجية وقلنا نهار 15. أش من مفاجئ؟ ما فهمتش هذه القضية. مفاجئ وقول لي شي دولة اللي كدير قرارات في عز كورونا فقل من في أكثر من أسبوع؟ ما كاينش، غير كان غير نهار يومين ثلاث أيام أربع أيام، ما كاينش، ما يمكنش دير أكثر من أسبوع، لأن بعد أسبوع يمكن تغيير الوضعية لا الوبائية والوضعية ديال الأمور، لأنه كون هاد الفيروس وكان عطانا وضوح في الرؤية لا فيزيبيليتي، عارفين إمتى يخرج إمتى يدخل إمتى ينقص إمتى يبدأ إمتى يخرج متحور، وكن عرفناه وكن سهل القضية، إحنا غادي نبرمجوا ونقولوا هذا راه سهل. ولكن هذا الفيروس ما عطيناش وضوح الرؤية، ما عرفنا من غادي يجي، ما عرفناش إمتى غادي يدخل البلاد، ولكن تنت الإجراءات مكنتنا بمجرد ما دخل المتحور الأول اللي هو دلتا ياك اللي تسمى دابا دلتا اللي دخل هنا، راه 20 حالة تقريبا ولا 22 25 حالة على ما أظن، المهم الأرقام بين 20 و 25 حالة اللي كاينة، واستطعنا نحتويه بفعل السلطات الصحية بسرعة. علاش؟ لأن حاضين، لأن حابسين، لأن دايرين إجراءات أخرى. أما إلا حليتي ودخلوك العشرات كيف غادي دير تحبس؟ وكيف غادي دير تعرف؟ وكيف غادي دير تحصل؟ وكيف غادي دير دير ليه الاحتواء؟ لا يمكن. ودخل لنا المتحور الآخر ما عرفتش شنو كيتسمى دابا، كيتسمى شي حاجة بيتا بيتا المتحور بيتا نو بيتا بيتا تا هو دخل في جوج حالات، أربعة الحالات يمكن على ما أظن اللي تكتشفوا وتحتوى بسرعة، تحتوى بسرعة، لأن عندنا الحمد لله أننا دايرين إجراءات في المطارات ودايرين إجراءات في الحدود وعسين، والسلطات الصحية خدامة. ما تظنوش بأن ما كاينش خطر، إذا ما كانش غادي يكون خطر، راه كل ما درناش هذيك الإجراءات كان من الممكن الأمور تطور كما نرى الآن في دول، راه دول كبرى الآن ولات حتى هي نتيجة المتحور هذا دلتا ولات كتسد دول كبرى وتنتج اللقاح، ورغم ذلك لم تستطع أن تمنع. وبالمناسبة الإخوان اللي كيقولوا اللقاح، غير باش نقول أعطيكم واحد المعلومة صغيرة، الإنسان اللي عنده اللي ملقح وخا جوج تلقيحات كاملة وبعد شهر هو يحمي نفسه لأن عنده واحد نوع من المناعة نسبيا بطبيعة الحال، دائما المناعة فيها 76% 84% كذا و 90%، ما كاينش 100%، ولكن محمي نسبة كبيرة، ولكن هذا لا يمنع من أنه يمكن أن ينقل الفيروس، ولا يمنع أنه يمكن أن ينقل المتحور إلى غيره. نستحضروا هذه، ماشي اللي عنده تلقيح صافي راه مفتوح ليه المجال، ما لا يشكل خطرا لا على نفسه وعلى غيره. لا، المعلومة الثانية أنا متفق معكم، الخطوط الملكية المغربية وتبذل جهود حثيثة لإضافة خطوط جديدة، ويمكن أن أقول بأنه راه كاين محاولات باش لكراء 8 إلى 10 طائرات أخرى تضاف إلى الأسطول المعلن عنه، باش يمكن نرفعوا العدد ديال الرحلات من المطارات المعنية إلى المطارات الوطنية، باش نرفعوا الوتيرة ديال دخول مغاربة العالم إلى بلادنا في الظروف التي تحدثنا عنها وبطريقة جيدة إن شاء الله. إذن مرة أخرى أريد أن أشكركم جميعا، وبغيت بالخصوص واحد القضية نخرج من هنا ونحن نعتز ببلدنا ونعتز بجلالة الملك، نعتز بما قمنا به جميعا، إحنا غير نجمعكم معنا ما كاين بس، نعتز بما قمنا به جميعا في سبيل الوطن إلى أن تجنبنا الأسوأ، وهذا شيء مهم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.